قولي كنت كام كيلو يا حبيبي؟ 120 كيلو. 120 كيلو؟ 120 كيلو. بقيت 75 كيلو. اشطر بقى. شوف مش انا بقول لك الشباب اشطر من البنات. لا والله 75 كيلو اهو لسه هعمل البنات بقى يلا. في 8 اشهر. في 6 شهور برضو. 8 اشهر. في 8 لا اكتر شويه. اكتر شويه اكتر شهرين. طيب قول لي انت كان عندك امل وانت بتاخد الكورس انك ما شاء الله ما شاء الله هتخس بني ادم من عليك؟ انا الصراحه جربت منتجين قبل كده وفي منتجين عملوا لي تضخم على الكلى. ثانية واحدة منتجات دير السلم يا دكتور عملت اهو دمات الضمير كتير منعدمي ضمير كتير. طب عشان كده لما خدت المنتج انا كنت باخده شهر وممكن اوقف 15 يوم 20 يوم ان انا عايز اعمل تحليل خايف يعني لقيت الوزن بينزل ومفيش اي حاجة يعني ما شاء عملت كذا تحليل ولا اي حاجة. يعني انت برضو مثال عظيم انك من اخر اللي جرب. لا ما لانه جرب لانه جرب وكان هيحصل له والعياذ بالله فشل كلوي. حتى الاستاذ ايمي يعني كان بتكلمني انت وقفت ليه؟ استاذ ايمي محمود إيمي. انت متابع مع ايمي؟ استاذ ايمي محمود ما كانتش مره ما بتردش عليك. لا ولا مره الصراحه ما كانتش مره يا دكتور الناس زي الفل يا دكتور الناس زي الفل اسم الله ما فيش اسم اتقال. استاذ ايمي كانت بتابعنا على طول بتاع حتى كانت بتقولي انت توقف في حاجه. انا اقول لها لا بس ايه اشوف حاجه انا اكمل خلاص حاجه تحت امرك. وكان ترجع تاني ساعه ما ارن ترد يا فندم اطلب المنتج تاني يوم. هي المنتج عندي الصراحه تاني يوم على طول المنتج عندي ما شاء الله. وكانت على طول متابعه وكل حاجه معايا ولا اثرت في اي حاجه. انت واضح ان انت كمان كنت ملتزم بالكورس بدليل ان انت ما شاء الله من اول كورس خسيت منه 12 كيلو بدات اخد على طول الكورس. يعني ايه بعد ما وقفت 15 يوم شهر يعني انت 12 كيلو في شهر. وقفت 15 يوم عملت تحليل وبتاع ولا في اي حاجه ففرحت. كملت بقى على طول بقيت مع الدكتوراه مع الاستاذ. الله عليك الله عليك. طب احساسك ايه في شغلك انت شاب وبتبتدي حياتك؟ فرق شاسع. الاول ما كنتش قادر امشي غير كده. انا كان عندي سنه تقوسات في رجلي كان تعب رجلي تقوسات مع الوزن السائل. الدكتور حتى عمل لي عمليه واثنين قال لي انت رجلك مش هتفتح سنه غير لما تخس لازم تخس. انا مش عارف اعمل حاجه اكتر من كده. انا دايما اقول ايه العظام اكتر حاجه بتتضرر اكتر شيء بيتضرر بسبب زياده الوزن حقيقة. ودلوقتي 75 كيلو بكل حريتي. ده عظم كل حريتي يعني كده عظمه استريح. او بيقول لك كان عنده تقوس في اقدامه بقيت اجري يتخلص من الخلايا الدهنيه علشان يقدر يحل له مشكلته. ما ينفعش دكتور العظام يحل مشكلته في ظل وجود خلايا دهنيه. الحقيقه قال لي لازم جسمك ينزل. قال لك لازم دكتور العظام قال لك جسمك لازم ينزل. فهتلاقيه فرحان بيك دلوقتي اكيد. بس انت كده خلاص مش اكتر مني مش هتاكله عيش. لا اللي خليتي اشتغل بعدي يا حبيبتي. لا وما شاء الله هو انا حاسه ان عنده طاقه حلوه طبعا. يعني انا متخيله وزنك والحقيقه اكيد الصوره فرق فرق شاسع فرق شاسع. والبنات طبعا وسن صغير والبنات هتقول ايه الشاب الامور ده ما شاء الله.